وعدنا ايها الرفاق لاكمال محورنا في المنصه مع البكيري مع الاستاذ حامد البلوي المدير التنفيذي لكره القدم بنادي الاتحاد ابو منصور. اسئله كثيره عندي هنا في الهاشتاج وفي الرسائل الخاصه وفي عن زياره اداره نادي الاتحاد ممثله في رئيس النادي الاستاذ عمار الحايلي والاستاذ احمد كامل. صور في زياره لكم للرمز الاتحادي منصور البلوي. ايش هذه الزياره الحلوه؟ والله شوف ابو خالد يعني انا الناس تسال طبعا عن منصور هو اخر الاخبار. حاب اقول شيء يعني ابغى الناس تعرف ترى الاداره هذه منفتحه مع صحيح. الجميع هذا الشيء الجميل فيها صراحه ما عندها اجندات ما عندها اجندات اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ما عندنا اي اجنده يعني انا اتكلم لك كل اعضاء الشرف نتكلم معاهم نتواصل معاهم حريصين على تواجد الجميع شهد الله ممكن أغلبهم أنا اليوم مثلا أقول لك البارح كنا في زيارة لأبو تامر يعني أحمد وأبو عصام زيارة لأبو تامر يعني ودائما متواصل معنا أبو تامر يعني ومع أنمار ومع أحمد ومع المجموعة ترى يعني الاتحادين كلهم وفي أعضاء شرف ترى كثير أنا هذا اللي بسألك عليها يقولوا في أعضاء شرف بس ما يبغوا أساميهم تظهر ولهم قيمتهم ما يبغوا أنا أكلم ولهم قيمتهم ولهم قيمتهم ولا يتواصلون معنا يعني أنا اليوم ممكن تلقيت اتصالات من أكثر من عضو شرف يعني الناس مبسوطة في الفريق روح الفوز تجيب فالناس كلها مع النادي يعني أنا أقول لك الحمد لله اللحمة الاتحادية اللي أنا شايفها في الفترة هذه وهي هذه المفروض إحنا نبني عليها صحيح. إنه الجميع مع الفريق الجميع يدعم الفريق الناس كلها وإدارة يعني أنا أكلمك يشهد الله انه ما في اي اجنده انه هدفنا مصلحه نادي الاتحاد هذا نادي الاتحاد رقم واحد في السعوديه ويجب ان يبقى هو رقم واحد في السعوديه لا احنا مع ولا مع ضد ولا احنا مع نادي الاتحاد في كل تفاصيل يعني امورنا كلها يعني ترى يعني ممكن والمحافظه على حقوق نادي الاتحاد في على جميع الاصعده يعني اللي بنقوله انه الاستاذ منصور البلوي الرمز الاتحادي دائما قريب من النادي أكيد كلهم يعني انا اتكلم عن جميع اعضاء شرف نادي الاتحاد بدون يعني ممكن في بعضهم ما يحب انك تذكره يعني كثير منهم متواصلين يعني انا اتكلم لك كثير منهم متواصلين ويدعمون النادي معنويا وكذا والاداره يعني حريصه على الانفتاح مع كل الاتحاديين وكلهم ان شاء الله يكونوا موجودين طرحت كلمه كذا لفتت نظري شوي انه المحافظه على حقوق الاتحاد سواء الادبيه وسواء الماليه لكن طوال اليوم من امس يمكن ولا قبل المباراه واثناء المباراه وبعد المباراه كان في تساؤل عند الاتحاد ليش اداره الاتحاد ما اتخذت اي اجراء رسمي اتجاه ما حدث في موضوع التذاكر مثلا اللي صار قبل المباراه أبو خالد أنا بقول لك حاجة صدقني صار إجراء صار إجراء يعني في إجراء رسمي اتخذته لمين خطاب لمين للرابطة كل لو أنا أكلمك كل الإجراءات اللي تكفل حقوق نادي الاتحاد صدقني الاتحاد بس اليوم لما أنا أطلع أصرح وأقول أنا سويت ليه أنا أدخل نفسي في مشكلة وأشد نفسي وكذا لا أنا إجراءات حسيت أنه كان في محاولة جرك وخارج الملعب ما يصير ترى في المباريات الكبيرة دي يعني طبيعي يا أبو خالد إنه تكون بس أنت لك استراتيجيتك اللي أنت كمجلس إدارة ماشي عليها إحنا اليوم يعني أنا أكلمك حتى رئيس مجلس الإدارة والشباب كلهم يعني إحنا حريصين إنه ما ندخل في المهاترات للأمانة يعني حتى مثلا في حساب النادي أنت لو تلاحظ حساب أمس كثير ناس يقول ليش ما تردوا على نفس الموضوع حق الفيديو حق اللي نسلمه واللي سووا يعني هذا توجه عند الاحترام عليه طيب بوصول في ملاحظة يعني حتى لك طبعا يعني في علاقة عكس ما يقال أو يردد مع بعض اللاعبين أو بشكل عام شفنا يعني تحية فهد لك الحبود ركان النجار وعدة لاعبين سواء في فيديوهات أو صور
هذه يعني ايش تشوفها انت بالنسبه لك كفريق ولا كشخصي؟ شوف ابو خالد، انا بقول لك حاجه، اشهد الله ان من جينا، انا جيت ممكن جيت اكون 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 صادق، ممكن ما كانت الناس ممكن متقبله مني او شيء ما متوقعه. لما اشتغلنا مع بعض يعني شفت الناس راضي عليك كله، ترى عارف اني غلطان. إيه لا انا اكلمك، انا اللعيبه اليوم انا انظر لهم اشهد الله انهم اخواني صغار، وقلت لهم وهم عارفين. يعني اليوم ممكن حتى مشاكل الشخصيه ادري عنها، يجي يكلمني اتوقف مع الاداره. يعني احنا ككل، انا ما هو بس حامد ترى، لما يجي يسلم علي او يجي، ترى ما هو بس الحامد، رضا عن عمل الاداره كلها. انا اليوم اتكلم من رئيس مجلس الاداره الى اقل واحد في النادي، احنا كلنا جايين هنا نساعد اللعيبه لانهم يكونوا يظهروا مستوى ايش مميز ابو خالد. فاللعيبه هم حاسين في الشيء هذا. اليوم انا مثلا ما اتكلم لك عن عبود، عن حمدان، عن فهد، عن فهد لما يكون في موقف سيء زي كذا، في وضع فني موقف، انا اذا ما وقفت معاه انا ما استاهل اني اكون في المكان هذا. اليوم انت اذا الشخص نازل مستوى، انا لازم انزل معاه عشان يطلع لي وضعه الطبيعي. فاليوم هم عارفين، هم حاسين، ترى ممكن احنا في النادي من اكثر الانديه ترى فيها خصومات وفيها عقوبات. بس اليوم انا لما اعاقبك ترى ما اعاقبك في روح الفريق فعلا، لانه ما اعاقبك لشيء شخصي، لا. انا بالنسبه اليوم انا ابحث، ما انا ادور عقوبه، انا ابغاك تكون معي. فاليوم الحمد لله، انا اضرب لك مثال، لو جيت لك اليوم من بدايه المعسكر يشهد الله الى اليوم، انا اقول لك ممكن اغلب اللي اكثر لاعب يكون خسر تمرين واحد بس. يعني ما اليوم انت شايف في انضباط، في التزام، في استعداد، في رغبه، يعني تقلصت الاشكاليات اللي يمكن قبل او اي سبب كان. في نقطه مره مهمه، انت اليوم لما يكون معك فريق عمل مميز، صراحه نتكلم مشعل السعيد، مروان، يعني هذول فريق عمل. اليوم انا عندي شخص ممكن الناس ما هو معروف، بس انا مين جيت وجبته معي، اللي هو واحد اسمه ابراهيم مختار، هذا مسؤول التغذيه، ولد سعودي ما شاء الله. انت ماسك برامج اللعيبه، اليوم كل اللعيبه تخيل ماشيين معه في برنامج غذائي. اليوم اللعيبه انت التطور ترى مو بس اداري معها، ترى في فريق، في جوانب اخرى، يعني في جوانب اخرى ماسكينها شباب قايمين عليه. انا اليوم واحد بس معي مجموعة، ترى هم اللي ماسكين الأمور كلها، هم كل واحد له مهام، كل واحد له مهام، يعني ما هي مشكلة تشكيل إداري وخلاص انتهينا. إيه مو حامد بس، لما التخدير اللي يصير من اللاعبين ومن الناس، هذا ترى للمجموعة. إحنا اليوم كمجموعة كمنظومة عمل، ممكن حامد هو اللي موجود على رأس الهرم الإداري في الفريق، بس حامد معه مجموعة كبيرة، يعني تكلم عن المجموعة هذه هي اللي وصلت الفريق للمرحلة هذه. أنا اللاعبين أبو خالد لما يجون يقدرونك أنت كشخص، ترى أنت هنا تحس في مسؤولية أكبر. إنه اليوم وأنا مثلا مبسوط للأمانة، ليش؟ رغم إنه الأمور مرات تكون صعبة عليك وتكون صعبة على الفريق، بس إنه معك ناس يضحون. أنا أمس للأمانة يعني ما تكلمت مع اللعيبه قبل المباراه، ولا قلت المباراه هذه مهمه وانها تمثل شيء لنا، انه لازم يعني مباراه قوي. اللعيبه بعد المباراه قالوا يا حامد انت تحسبنا، احنا ما احنا حاسبين انه المباراه هذه كانت نبغى نجيبها ونهديها للاداره هذه، لها معاني كثيره. شفت يعني هم مستعدين لهذه المباراه، عارفين المباراه مهمه، هم فريق قوي يعني فريق قوي وليه حسابات. هم ممكن فكروا انه كان نادي الاتحاد يفكر فيها، يعني هم مجلس اداره نادي الاتحاد. اليوم انت لما تلقى المجموعه هذه حريصه على شعار النادي، حريصه، يعني هم حسوا بالمسؤوليه، الفريق في المسؤوليه، في مباراه والعطف مهم جدا، وانه ناديهم لازم يكون بطل، لازم يكون في 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 وضع. فهذه المجموعه ابو خالد، انا زي ما يقولوا ايش، اتوسم فيها خير، ومن جد يعني عندها امكانيات على مستوى عالي، وعندها رغبه وحرص. وانت حامد كضلع ثالث مع الرئيس ونائب الرئيس، حقيقه والله قاعد تقدمون عمل، احنا ننتقدكم كثير وفي عمل كثير وجوانب كثير، لكن تقلصت كثير السلبيات.
صراحة في عمل هذا المثلث الذهبي للنادي السلبيات صراحة يعني ما قصرتوا في الاتحاد. كل عمل وانا اخوك ابو خالد كل عمل في سلبيات. اليوم انت لما تتكلم عن عمل, انت اليوم في نادي جماهيري, في نادي فيها 30 لاعب, انت تتكلم عن اجهزه فنيه اداريه, ترى طبيعي يكون في خلل, ولو ما كان في خلل وما في اخطاء ما في عمل. اليوم احنا نبحث ايش, دائما ندور ايش الشيء اللي في 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 صالح نادي الاتحاد, وهذا الشيء اللي نبحث عنه. انا لين بكره اللي نتكلم ممكن ناس كثير تقول لي انا اقسم بالله لما اتكلم عن احمد كعكيو وعن مار الحائل ابو فيصل, شهد الله قاعدين يقدمون كل شيء يقدرون عليه, واللي ما يقدروا عليه قاعدين يسوونه. يعني قاعدين يقاتلوا انه الاتحاد يكون في وضع الطبيعي, وحرصا يعني وإيمان عندهم انه نادي الاتحاد هذا لازم يرجع مكانه الطبيعي. طيب وهذا جميل والله فعلا عملكم ملموس اصلا عند الجمهور وعند الجمهور. طب ابو منصور في سؤال اخير, انت فرحت كثير شفتك في الهدف الثالث, بصراحة كان لنا مباراة صعبة, أي الفريقين بيفرح بصراحة بهذا الفوز والثامن فيه منافسك قوي, لكن سؤالي أنا أصعب لحظة كانت عندك في المباراة؟ شو أصعب لحظة؟ كان البلنتي, لأنه شوف أبو خالد أنت فيك تنقهر أنه الكورة قبلها أنها كانت عندك أنت, كل الهجمات اللي جت عليك خطيرة ترى كورة في معك أنت, يعني أنت المفروض أنت إيش تختار هالكورة في, 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 في المكانات. فكان البلنتي حتى قروه يقول لي بعد المباراة, أنا كنت صراحة يعني حريص, هات المعلومة, كنت أبغى أضغط عليه مباراة أبها أبغى يلعب صحيح, يعني كنت يعني مباراة جماهيرية وكنت, فقال لي أنا ماني حاس نفسي جاهز 100%. يعني هو يقول لي أنا ماني حاس نفسي, يقول لي أنا لو لعبت وتعور احتمال ما أشارك الثلاث مباريات يعني فهم, فقال أجهز 100%. فجاني بعد المباراة قال لي حامد أنا اليوم كنت جاهز صح, قال لي أنا عشان كذا حريص كنت أبغى أجهز 100% عشان المباراة زي كذا. هو كان نجم المباراة صراحة, هو نقطة تحول صراحة قروهي, يعني قروهي الله إن شاء الله يحفظه, وإن شاء الله بإذن الله أن نحقق معه إنجازات, حارس كبير, حارس نسمة زي ما يقولوا يعني في على كل الأصعدة, ما باقي هذا يحافظ عليه حتى بعد اعتزاله حامد المفروض في جهاز الفني. تعرف قروهي كيف, اقول لك حاجه, انا ترى اكثر لاعب احبه انا في الاتحاد ابو خالد, عشان اعلمك بس هذه معلومه عشان الناس تعرفها. تعرف قروهي لما جيت قلنا له احنا نبغى نمدد معك نفعل البند, حسيت انه كانه واحد من الناشئين تبغى تقول تعال وقع لك عقد احترام, يا الله من حرصه على البقاء في 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 نادي الاتحاد وتقديرا ووفاء لنادي الاتحاد. فيشهد الله انه على يعني سواء هو سواء وكيل اعمالك يعني ممكن ما ولا شيء, يعني اليوم ارتفعلنا البنت بكره صور معانا, ف التركيبه او بيئه الاتحاد الايجابيه الحين خلي كل اللعيبه انهم يكونوا حريصين. انت تتكلم عن هذا اجنبي وهذا قروهي لو جاء طرف في اي مكان ممكن انه يحصل له اللي هلا. انا اعتبر دائما قلت عندي مقوله انه ابناء النادي هم المخلصين لعقودهم الاحترافيه, هذا يعتبر من المخلصين لعقد الاحترافي, اي احد مخلص لعقد الاحترافي الجميع. البيئه الاتحاديه يشهد الله انا بقول بين اللاعبين, انا احس اني اروح النادي اقسم بالله انا اروح النادي عند زي ما تقول انت جاي عند اخوانك مع اخوانك, ما فيها يعني ما فيها هذيك الامور اللي زي الاتحاد اللي ياخذ نفس عميق ويقول كنا فين وصلنا فين والحمد لله. اقول لك كلهم احمد انمار, اقول لك كيف يعني الحمد لله الشيء اللي بين المجموعه, يعني انت تتكلم ابو خالد في نقطه كمان مره مهمه, اقول لك نادي الاتحاد النادي الوحيد من الانديه الكبيره اللي حصل على الحوكمة مبالغها كامل العام. يعني انت تتكلم الحوكمة في جميع الاشتراطات وجميع الاشتراطات في كرة القدم وغير كرة القدم في كل النادي, يعني هذه الاشياء انت ترى هذا في عمل اداري مش سهل. يعني انت تتكلم عن عبد الوهاب عابد ومنجوح الحربي الفرق العمل اللي ماشي, انت تتكلم عن الالعاب المختلفة مثلا الاتحاد في اكثر من لعبة موجود, فهذه كلها انت بتوصل لي انه في منظومة في نادي الاتحاد بدت في التحسن, بدت تقتل ثمار, غيرت كثير من السلبيات اللي كانت موجودة سابقة وحسنت كثير من الأوضاع اللي في داخل نادي الاتحاد بشكل عام ولا بشكل خاص في فريق كرة القدم.
أنا أتكلم على كل الأصعدة. مجلس إدارة النادي يعني أنا أتكلم فيه عقليات جبارة، فيه ناس عندهم طموح. اليوم أنت لما تتكلم، أنا بالنسبة لي يعني عرفت، فأنت اليوم حجم العمل وحجم المصاعب اللي كانت موجودة، فهذا دليل أنه مجلس الإدارة لما اختار عبد الوهاب واختار المجموعة أنه عنده استراتيجية ويعرف قيمة الناس هذولي. فهذا هذا عمل جميل وملحوظ، وحقيقة يعني يمكن البعض ما لاحظ بعض الأشياء، لكن في الحقيقة هو في النهاية في اطمئنان حتى للقائمين على النادي الاتحاد أنه لا نحن قاعدين نعمل، حتى لو ما انتبهتوا احنا قاعدين نعمل. صحيح. حبيبي ده الامور ان شاء الله. حبيبي منصور والله سعدتني. حاب اقول شيء للجمهور. انا والله ابو خالد يعني ما احب اتكلم كثير. شايفك انت بثيت رساله انه احنا نبغاكم مباراه التعاون لجمهور نادي الاتحاد. وانت يعني تتوقع حامد انك انت ابو منصور انك انت لازم توجه الدعوه؟ يعني الجمهور الوحيد اللي ياتي بدون دعوه. اتمنى ان جمهور الاتحاد بالذات في المباريات اللي على ارضنا انها تكون عليهم، يعني تكون مباريات بالذات انه يكون الملعب فل، وان شاء الله باذن الله يشوفون فريق يشرفهم وفريق مقاتل. النتيجه بيد ربنا، بس ان شاء الله باذن الله يكون الفريق في 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 افضل حالاته، وان شاء الله بالبعد عن السلبيات والوقفه والدعم لكل اللاعبين مهما صار. صدقوني ان شاء الله ان في نهايه الموسم هنكون في وضع أفضل وأحسن بإذن الله. حبيبي شاكر لك. كان معي المدير التنفيذي لكرة القدم أستاذ حامد البريدي. شكرا لك أبو منصور، أثريتنا في هذه الحلقة بمعلومات وإضافة جميلة. شكرا.